مساء الخير مشاهدينا، بننضم لكم بحلقة جديدة من برنامج رح نبقى سوا لغاية ساعة تقريبا من الوقت للوقوف عند آخر المستجدات على ساحتنا الداخلية وما سيترتب عنها من تداعيات سلبية أو إيجابية نتيجة الانتظار والمراوحة بتشكيل الحكومة. هالموضوع الأساسي اللي رح نبدأ فيه طبعا على ضوء ما نتج اليوم من لقاء بعبدة، وأيضا سنتناول أمور إقليمية مرتبطة أيضا بلبنان إن لناحية ملف النازحين السوريين وما يدور في الأفق من مفاوضات مع سوريا والتلويح بعودتها للحضن العربي، إضافة لأمور صحية واللقاحات والحديث عن أكيد أنه إن شاء الله بصير في سرعة بتلقي اللقاحات وغيرها. كل هذه الأمور سنناقشها إن شاء الله بهذه الحلقة مع ضيفنا المستشار الرئاسي للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد. مساء الخير أستاذ أمل، وأهلا وسهلا فيك. كثير الأسئلة اللي بتدور بذهننا، خاصة أنه نحن ناطرين تتشكل الحكومة، والعنوان الأساسي اليوم ما بتنحل مشاكلنا وأزمتنا إلا من هذا الباب اللي شفناه اليوم، تصريح رئيس الحكومة المكلف نائب عبدة باللقاء 18 بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، البيان الرئاسي، الردود على هذا البيان. صحيح. إذا بدنا نفصلها هيك باختصار بداية لنكون مدخل إلى هذا الموضوع، كيف شعت هذا المشهد اللي فيه علامة استفهام حوله؟ أنا حقيقة تكون صادق مع نفسي وصادق مع المشاهدين، ما كتير استغربت إذا بدك النتيجة، لانه لو كان في حقيقه رغبه لتاليف حكومه اللي بيتمناها كل لبناني وعلى راسهم فخامه رئيس الجمهوريه، كان لازم هالحكومه تكون تالفت من فتره يمكن شهرين وثلاثه. لانه اذا بنرجع شوي بالتاريخ لورا بنقول بنعرف انه صار في استشارات نيابيه ملزمه، وان ببدايه الامر كان في عندنا السفير مصطفى اديب، صار في تكليف له حسب المبادره الفرنسيه مثل ما اعلن عنها الرئيس ماكرون لما اجى على لبنان وقال انه بدنا حكومه اختصاصيين برئيسها ووزراء او غير حزبيين، هي تعتبر حكومه مهمه. مزبوط، صح. بالبدايه حدا فشل السفير مصطفى اديب، ومعروف مين، صار في مثل بازار يقولوا اذا عندكم سيفيات اعطونا مين بعد مين. ساعتها مين كان عم بيشكل الوزاره؟ يعني في رؤساء الحكومات السابقين، نادي رؤساء الحكومات السابقين وغيرهم وغيرهم، يعني هن مسمح لهم. وحدا اذا معني بشكل مباشر دستوريا حسب النص الدستوري اللي اسمه رئيس الجمهوريه، اذا كان بده يناقش اسماء حتى ويقدر يحط كمان اسماء يعني اللي بتمثل فيني اقول الطائفه المسيحيه، يعني هذا شيء طبيعي وله حق، بس عند المسيحيين، حتى كمان عند المسلمين بصير في علامه استفهام كثير كبيره. تكلف الرئيس كمان سعد الدين الحريري بناء على هذا التكليف، كان لازم يكون في عندنا سرعه تاليف للحكومه. ليش؟ لانه هالاوضاع الاقتصاديه اللي بدات يعني تتردد بشكل او باخر، ماليا، اقتصاديا، نقديا، سياسيا، اجتماعيا، سقفيا، امنيا، وبكل التفاصيل، وصحيا جتنا كمان فوق الكورونا، كان ادى يعني اجدر بالرئيس الحكومي انه يكون يروح باتجاه تاليف حكومي حقيقه تجمع الناس يلي هن عمليا قاعدين بهالمجلس النيابي يلي الشعب انتخبهم، ولكن الاصرار انه لا نحن بدنا نروح نعمل حكومه اختصاصيين غير حزبيين، ولكن انا بحكي مع الاخرين وما بحكي مع الاحزاب الاساسيه هالشي الفعليه يلي تحديدا التيار الوطني الحر بما يمثل. هلا الحجه انه لانه التيار ما اعطانا شو اسمه ما صوت لتكليف الرئيس الحريري، وكان هذا شيء، ولكن الحكومة شيء ثاني. نحن بنتذكر لما خلصت الاستشارات النيابيه بيقول رئيس التيار بالقصر الجمهوري هذا لا يمنع انه نحن اذا ما اعطينا، ولكن اذا صار في تاليف حكومه ونحن شفنا انه الحكومه باسمائها والجيده نحن بنعطي الثقه، لانه بهمنا يكون في لولايه الرئيس عون حكومه تقدر تقوم تشتغل بالمهمات الاساسيه، خصوصا انه هيدي عندها دور كثير مهم. انحكى انه بعد انفجار 4 آب بده يكون في تصدي لهذا الموضوع، اعاده اعمار بيروت، هذا السؤال، هذا الهدف الاول، والاهداف الثانيه متعدده، ورقة اصلاحيه طويله عريضه نحن كلبنانيين بحاجه لها، والعالم الخارجي بدءا من فرنسا تروح للاي ام اف، للورلد بانك، لكل الدونرز اللي مستعدين يمدوا لبنان بالمصاري. اذا ما عندك هيدي الاصلاحات
كانك عم تجيبي مصاري تحطيها بالسلة وبنرجع عم نضل فايتين بدوامة الهدر والفساد والسرقة اللي كلياتنا عم نقول انه هذا لازم شيء يتوقف. وعلى رأسهم موضوع التدقيق الجنائي المالي، لانه اذا هدول كلياتهم ما انعملوا، لو جبتي احسن حكومة احسن وزراء رح تضل الامور واقفة محلها. يعني الرئيس عم بيحكي بهذا الموضوع، في يعني في احزاب اساسيه كمان عم تحكي بهذا الموضوع، ولكن السؤال اللي بنطرحه هون، طيب اذا انا كنت مشارك بطريقه مباشره او غير مباشره بانه وصل هالوضع السلبي اللي احنا عايشين فيه لبنان اليوم، اوكي انا بدي يكون عندي الجراه تروح للحل، الروح على الحل بدي يكون مصلد مع الطرف الثاني اللي هو عم بيعلن علنا من عده سنوات بده وقف الهدر والفساد والسرية. شيء جديد على لا ما انه جديد، ورفع السرية المصرفية، بيقولوا لك انه هذا الشيء ممكن يضايق الطرف الثاني، ممكن الناس تخفت على الحبس، الناس كذا، ولكن فعليا مصرياتك ومصريات الناس ومصرياتنا كلهم راحوا، مين اللي اخذهم؟ كيف تراحوا؟ شو الطريقة؟ انا حقي اعرف كمواطن، كل مواطن حقه يعرف، ان كان بهيدي الجهة السياسية او بتلك الجهة السياسية. اليوم اللي صار عمليا هو نتيجه لكل هالمصاري بالاخر 4 أشهر او 5 أشهر حتى ما يصير في حكومه، لانه في يمكن في خوف من رئيس الحكومه المكلف انه يالف حكومه ويقدر يفوت بهيدي الدوامه اللي لها علاقه برفع الدعم او بترشيد الدعم، كيف ممكن تتطور الاوضاع الاقتصاديه. رئيس الحريري وقت اللي بنحكي نكون واضحين، ليش طرح نفسه اليس الحريري نفسه قال انه انا حتى خلال فتره وجيزه 100% رح يكون عندي حكومه اقدر انقذ الوضع. صح. طيب ليش كانه تفاجأ بشيء ما كان عارفه قبل؟ اولا حتما ما انه متفاجئ بشيء، لانه هو عارف كل الاوضاع، يعني اذا ما كان عارف في مشكله اكبر، اذا عارف وما بده يعني يتصدى مشكله، واذا ما كان عارف مشكله اكبر واكبر، بل بالعكس انا برايي الرئيس الحريري صار اسير المواقف تبعيته، يعني حتى اللي سبقه الوزير وليد جملاط لما طلع عن فخامه الرئيس وطلع وقال من القصر الجمهوري خلينا نروح للتسويه. صحيح. لبنان بنهايه الامر مش تسويه بس بشكل انه عفى الله عما مضى، لا، ما بدنا نعمل تسويه. ليه متمسكين ب 18 وزير؟ وليه متمسكين انه ممنوع يكون في عندك ثلث ضامن او مثل ما بسموه ثلث معطل؟ ليش مثلا رئيس الجمهوريه ما له حق يكون عنده 3 وزراء او حتى 5 وزراء او 6 وزراء؟ باي حق هذا الشيء بنطلب؟ اذا كانت القوات مش ممثله او رافضه تتمثل، كتائب خارج الندوه البرلمانيه، مين بقي غير التيار ورئيس الجمهورية؟ في عندك سليمان فرنجية كتيار مرادة رح يكون مشارك بالحكومة، مزبوط؟ صحيح. وحزب التشناق أكيد كمان رح يكون فعله. طب هالكتلة هاي المسيحية بدها تروح لمين؟ إذا التيار قال أنا ما بدي يكون بالوزارة، بسميها رئيس الجمهورية، حتى هيدي بسميها رئيس الحريري، هيك بده. ما اوكي حسب يعني انتبه. بآخر حتى تشكيلي معك حق 100%، إذا الرئيس حكومة كل لبنان له حق يكون في عنده تسمية عند المسيحيين، بس معقول رئيس جمهورية كل لبنان ما له حق يسمي عند المسلمين؟ كيف يعني هاي؟ إذا أنا شريك، أنا شريك بكل شيء، إلي حق ناقش وأعترض وشو اسمه، مش أفرض، بالعكس أطرح أسماء. للأسف اللي صار اليوم حقيقة يعني بالشكل اللي طلع فيه من قصر بعبدة ما كان كثير حلو. هلا بتقولي لي انه هذا في قلوب مليانه صارت، بقول لك انا قد يكون هناك في قلوب مليانه، ولكن رئيس الجمهوريه من موقعه الدستوري هو الوحيد اللي اقسم على اليمين الدستوريه بالحفاظ على الدستور والحفاظ على الوطن وكذا وكل كل هذه الامور، بريد حكومه امبارح ولكن ضمن اي معيار؟ ما رينا اللائحه اللي كان قدمها الرئيس الحريري، يمكن هذه وحده من اللوائح. يمكن اذا بدك يعني اللي علقوا على هذا الموضوع انه يطالب ويصر على حكومه اختصاصيين، واذا بتطلع الصناعي وزير هذا بدي اقول لك ايه، طبيب وزير زراعه، إنه يعني مش بس اولا في وزراء كانوا مقترحون منن هن بمكانهم الاختصاص اللي عم بنحكى عنه، رقم واحد، مزبوط. صح. بعدين انه ليش في وزير بده في عنده وزارتين؟ يمكن الوزير بالوزاره واحده ما بيقدر يلحق عليها. خارجيه وزراعه. في شيء يعني في شيء كيف تركب؟ في شيء مش ليش عم اقول لك المعيار والاختصاص؟ لما بده يكون موحد حتى يكون في عندك حكومه فاعله، مش ضل اقول انا الاتهام عند رئيس الجمهوريه انه هو ما عم قصه الثلث الضامن على طول بيحكوا فيها، ليش بينحكى على الثلث الضامن؟ ليش بجوز لك يكون عندك ثلث وبتمنعه عن غيرك؟ باي حق؟ طيب إذا بدنا نروح شوي أبعد، إنه الرئيس الحريري شو مصلحته ما يعمل حكومة وعد فيها؟
ثانيا وكأنه وضع هذه العراقيل عن قصد، يعني ما كان عارف رح تكون ردة الفعل أنه اختصاصي ليس بمحله، ازدواجية الحقائب اللي متعارضة، يعني هيدي مسلمات مفترض يكون بيعرفها. وإذ بعد 100 يوم عم بيعرض نفس التشكيلة بنفس المغالطات بنفس القصص اللي بكل اجتماع يقال له أنه صلحها، ليش ما صلحها؟ رح قلك ليش. أنا بقناعتي الشخصية، طب عمل حكومتين مع الرئيس ميشيل عون مظبوط، صحيح، وكان في تبادل بالوزارات، يعني كان في عندنا مداوره، يعني في لا غير مداوره، كان في عندك وزير اسمه حسن مراد باخر حكومه اللي استقالت كان هو رئيسها، وقبلها كان في كمان الوزير طارق الخطيب، يعني صار في تبادل انه بدك انت ما مركز مسيحي نحن بناخذ كمان مركز. ليش؟ حتى يكون في هذا الميلانج، حتى ما يحشر حاله الواحد ضمن طائفته، حتى اقول له لا نحن عم نحكي على صعيد وطني، الذي كان بيجوز قبل ليش هلا ما بيجوز؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، طب من عمل اوكي الوزارات الفضفاضه ممكن تكون منا كثير منيحه مثل ما بنقال، خصوصي بظرف مالي ونقدي كثير صعب نحن عنيه بلبنان، ولكن بنفس الوقت يعني اليوم الوزير بده يتصدى لمشاكل سياسيه كثير كبيره اللي عم بتصير بلبنان، عندك بكل المحيط العربي مش بس الاختصاص. نحن بنعرف، انا بعرف في احد الاسماء المحطوطه كان بالوزاره ممتاز ببوز ألن، كثير جيدين متعلمين يعني وشاغلين، بس السياسي بلبنان او الشان السياسي والشان العام تختلف كليا عن التنظير ويلي بيستعملوه بالمؤسسات الخاصه اللي مش باوربوينت هو يعني 100%. لا لانه التعقيدات الموجوده بالاداره، اهم وزير بتجيبيه تحته في مدير عام، وفي عندك الاداره المترهله الاولين تبعها يلي هي البيروقراطيه اللي ورقه بدها شهر لتطلع بفشتوه. لهذا السبب الموقع الوزير هو ليس فقط تقني، هو تقني سياسي. وسياسي بنفس الوقت، انه بده قرار ياخده مش بس عنه، عم بياخذ عن مجموعه من الناس. يعني ليه واحد بده يهرب من هذه الحقيقه؟ لما انحكى على وزاره مهمه واختصاص كان لها مده زمنيه ست اشهر تلتزم بجدول زمني لتحقيق اصلاحات واضحه، يلي تجاوزها الزمن اليوم. لما انت بتقولي انا بدي اعمل حكومه مثل هاي، عم تحطي براسك انه اذا صار في شيء اشكال بدك انت تمارسي حقك والقوه اللي عندك اياها، بتعطلي الحكومه او بتمشي الحكومه كسلطه اجرائيه على ذوقك. إيه انا هون بدي يصير عندي توجس، ليه انت بده يكون عندك هذا الحق او هيدي السلطه وانا بدي اسلم جدلا؟ بالعكس خلينا نكون انا وياك في توازن. شو التوازن؟ يلي بحق لك بحق لي، ونحن عم نتعاطى يعني بمصير شعب، يعني عدم التفرد بمصير هذا طبعاً. البلد بمرحله طبعا دقيقه جدا. يعني بعدين في موانع خارجيه نتالي، مش بس في موانع داخليه، انا بفهم يعني امام الرئيس الحريري طبعا، ولكن الاساس هو الاتفاق الداخلي. مين ما كان برا باي دوله خارجيه بتحب بقولوا الضغط الخارجي والزيارات للخارج بيفرضوا، ما فيك تفرضي، لانه صعب المجتمع اللبناني وهذه التكوين المجتمع اللبناني والتعدديه السياسيه اللي فيه، صعب كثير انه يجي دوله من برا تفرض عليك شروط معينه بهذا الخصوص. طب هون والتجارب السابقه واضحه بهذا الموضوع. بس هون يعني خلينا نبلش داخليا، البعض بيقول انه من اولتها مبينه لا الرئيس عون راضي ولا التيار الوطني الحر راضي، ولا الاجتماعات اللي عقدهم الرئيس الحريري ببعبدا كان فيهم ود. يعني حتى الامور الشخصيه عم بتاثر على مسار تاليف هذه الحكومه. هون ما بدها قرار، يعني خلص نقلب الصفحه نروح بالنهايه بدنا ننقذ بلد، يعني يا يصير في صلحه شخصيه من خلالها تنطلق الامور السياسيه والمباحثات، يا يعني نغير الاتجاه كليا. يعني بالنهايه قديش بعد الشعب اللبناني قادر يتحمل؟ معك حق، الشعب اللبناني بلش يكفر، يعني حقه يكفر. يعني ليك اليوم مثل ما قالوا هلا قبل شوي انه بلش الدولار كمان يلعب لعبته، يلي هي جزء من اللعبه السياسيه اللي عم تتمارس. بس منطقي انه يخلص أكيد مش الرئيس منطقي. الحريري كلامه يقول الدولار طلع أكيد شو مش لعبه منطقي. ولادي اكيد قال لك اللجوء لهيك اساليب هيدي منا اللي صار ب 92 وعلى اثر كان رئيس الحكومه المرحوم الرئيس عمر كرامه وادت لاستقالته، ما كلياتنا بنعرف بالشارع 100%. التاريخ بيعيد نفسه، ولكن اليوم الزمن غير زمن 92. زمن 92 بالعكس كان الامور مختلفه، رايحين على اساس في سلام بالمنطقه وطعوا حتى نشتغل ومؤتمر مدريد وكذا. هلا بس هلا انتبهي الامور لا تغيرت بعد الاحداث اللي صارت بسوريا
والهجوم اللي صار على سوريا واللبنان والدواعش اللي اجوا على هذه المنطقة غيروا كثير بالمقاييس والمفاهيم السياسية بالمنطقة، صار فيها عناصر مواجهة أكثر كثير حقيقة. شوفي على امتداد المنطقة العربية اللي بحدودنا نحن، بلشي من سوريا تتوصل إلى وين؟ لليمن، للداخل، تروحي لشمال أفريقيا، لليبيا حتى، وتونس، كل هالمناطق هاي. الواقع اختلف، باختلاف الواقع بدك انت تروح للاساليب الجديده وتتعاطي معها بطريقه مختلفه. وهون على طول انا بقول في فرق بين رجال الدوله ورجال السياسه. رجل الدوله بفكر بمصلحه البلد، مصلحه الوطن ككل، مش بمصلحته الشخصيه فقط. هذا لا يمنع انه يكون في عنده نوع طموح شخصي، طموح شخصي وتلمس لمصلحته الحزبيه، ولكن في عندك انت بلد بدك تنقذيه. وهذا البلد حتى تنقذيه معروف السلطة الإجرائية بتتكون من شخصين، شخص رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية ليس الشخص الذي يتلقى مثل ما قال الرئيس الحريري اليوم ويمضي انه بتمضي حبيبي. انا المرسوم مرسوم انشائي باللغة الدستورية وليس اعلاني، انا لي دور وبدي مارس هذا الدور انطلاقا من قناعتي، انطلاقا من موقع الدستوري، وانطلاقا من موقعي الوطني لمصلحة كل اللبنانيين، واولهم الحكومه اللي بدها تتشكل. لانه عملنا حكومه مش متفقين على التفاصيل، شو بنكون عملنا؟ 100% بتختلف بكره بيان وزاري ما فيها تعميل، شو بنكون عملنا يعني؟ بس يعني انتقد الطريقه اللي صارت، انه ليش بدها تنبعت ورقه منهجيه من قبل رئاسه الجمهوريه لرئيس الحكومه المكلف يعبيها؟ يعني انا رايي معودين على هالطريقه. ايه بالقلة هن لما بيكونوا قاعدين مع بعضهم جوا بيحكوا بتفاصيل مثل هاي، لانه ليك شو بيعملوا عدد الوزراء الحكومي ببلشوا يقولوا قديش الحكومه بدنا اياها، كيف بدك توزعيهم على الطوائف ومين بده يسميهم، واخر شيء بتنزلي انت على التسميات والاحزاب مين بترشح. ما كمان هيدي شغله مهمه، والملفت للنظر اللي صار بهاليومين انه الوزير وليد جنبلاط بيبعث الوزير السابق وائل بوفعور، اوكي، الرئيس بري بيبعث الوزير المال السابق علي حسن خليل، حزب الله يمكن بيبعث الحج ما بعرف شو اسمه حسين خليل بيجتمع معه للرئيس الحريري. طب يا عمي بسال سؤال انا، مع انه الوزير وليد جبران باسيل ما بده يجتمع معي ماشي الحال، في عندنا كثير في كثير بالتيار قاعدين يجتمعوا، ليش هالحرم اللي موجود اللي هن حاطينه انه لا انا والله ما بدي باي منطقه؟ هذا أكبر كتلة نيابية بالمجلس النيابي الحالي، كيف بدك أنت تشطبها من القاعدة السياسية؟ بأي حق؟ بأي منطق؟ وين مكتوبة هاي؟ يعني هون شو بتنصح الرئيس المكلف؟ بده يرجع مع التيار الوطني الحر بتنحل؟ لا مش بده، غير قصة إنه يحكي مع التيار، بده يرجع مملك النظرة إلى تأليف الحكومة يجب أن تكون نظرة شاملة من أي ناحية؟ السيد حسن نصر الله طلع على التلفزيون وقال انه يا عمي حط كتفنا على كتفك، لانه في عندنا كثير اسباب بدك تعمل حكومه بالنهايه من اختصاصيين نحن ماشيين معك، ولكن هذه بدها تأييد للاحزاب السياسيه. يعني اي على اول تلمح انه على اول مفترق يكون افضل بهيدي المرحله من اختصاصيين، قال على اول مفترق طرق بتصير في عندها اشكاليه الحكومه تواجهها بالشارع، مين بده يقدر يساعدها؟ ياخذ قرار. هل الاحزاب الاساسيه؟ طب ليش تروح لهم بالواسطه؟ يلي كان يجوز وقت الفترة اللي اجى فيها الرئيس ماكرون، اليوم ما بقى يجوز بالكامل. بعدين عندك انت مجتمع دولي بيقولوا لك انا اذا عملت هيك المجتمع الدولي ما راح يعطيني مصاري، مين بيقول لك انه المجتمع الدولي اذا عملت هاي الوزارة اللي كان مقترحها 18 وزير راح يعطيه؟ ما المجتمع الدولي بحاجة للمصاري. ما هو عمل جولات وبركي اخذ من المؤشرات الايجابية. شو هالحكي هذا؟ مين الدول كلياتها اليوم عندها ازمه اقتصاديه وماليه، الكورونا ذبح العالم، الكورونا بلشي من الدول اللي اسمها امريكا الكبيره والصين ونزل نزول كل اوروبا، مئات المليارات تريليون اوف. طيب عشو نحن معولين؟ عشو نحن بيعتبروا انه اذا اجينا مليار يعني؟ انه باريس مؤتمر سادر، يعني اوكي شو يعني سادر؟ رح يعطوكي سادر مصاري؟ شو اللي صار بهاليومين؟ اليوم كنا عم نقرا انه بمن اسماء والاعمار انطلب رفع السريه المصرفيه عن بعض المسؤولين، نبيل الجسر والمهندسين. ليش؟ وبعض لانه هذا المجلس عم بيقبض كل المصاري بتجي من المؤسسات المانحه من برا اتحاد اوروبي وغير اتحاد اوروبي، عم ببين المصاري عم تروح الى مشاريع وهميه
يلي هو هلا انتبهوا طيب المجتمع الدولي هلا انتبهوا مش مكان مراقب جيد بأكثر من مؤتمر أعطي لبنان يعني أموال لا يحسنوا طيب ما كل شيء ظاهر في مطارح ما تحسن شيء في مطارح معك ضخم المبالغ اللي انحطت ليش اليوم تتم قرروا اليوم فيك تقولي لهم ليش يمكن هني كمان إلى حد ما بقوا مشاركين ببعض المحلات انتبهي كمان تنحكي لأنه أنا بعرف الاتحاد الأوروبي تقدم بشكوى وبصير صار فيها تحقيق بمشروع معين بكذا مليون دولار اوكي او يورو بس بنفس الوقت ما هن كمان بينتدبوا لك اشخاص نحن اللبنانيين بينزعوا ما هيك الملاكي عشوائي بصير في شركة بالتقاسم بصير في شراكه لهيدا السبب لكن هذا الواقع بعد كل اللي صار واللي عم بيصير بده يتغير العالم يلي بتتعاطى بالشان العام اذا منا عارفه انه ما بقى حدا مستعد يقبل الولد الصغير بيبقى ابنك الصغير او بنتك الصغيره يمكن اذا بتشوف تلفزيون بدها تسالك 100 سؤال ليش هذا الشيء عم بصير طب حقهم العالم يطرحوا هيك اسئله الاشكاليه وين بتصير عندنا نحن كمواطنين لبنانيين انه بضل المواطن ينق ويشكي ينق ويشكي للاسف بلحظه من اللحظات بتروح الغريزه معه على الانتخابات ما بيقعد يروح يعرف مين يقدر يختار اللي يمثله فعليا ان كان حزب او حتى ان كان مجموعه يلي هي بدها تشكل هيدي الاحزاب دغري بروحوا للاتجاه المذهبي او الطائفي من هون الدوله المدنيه والعمل للدوله المدنيه واعاده صياغه جديده للمفاهيم التركيبه كلها يعني التركيبه كلها ايه لانه امام ازمه مثل هاي طب معقول انه ما في يلي كتب الطائف ليش الدستور ليش ازمه حكومه مش ازمه حكم اليوم ازمه حكومه اساسيه هي الموضوع موضوع حكومه إذا الحكومة ما عم نقدر نعملها يعني في إشكالية كتير كبيرة مش بالتركيبة اللي صارت بهالدستور اللي عنا إياه، في دستور بالعالم جامد معقولة؟ بيقولوا لك إنه أنت إذا عملت شيء عم تشلحي رئيس الحكومة، أخي رئيس الجمهورية تناقصت صلاحياته راحت إلى مجلس الوزراء مجتمعاً مش إلى رئيس مجلس الوزراء، فرق كتير كبير إنه بده يكون مجلس الوزراء في له هيكلية منظمة بده يكون في عمل والوزير ملك بسموه الوزير بوزارته ملك الوزير بيطلع قرار مجلس وزراء قرار بيحطه بجروره وما بيمشي طيب. مرسوم بيرفض يعمل لكل حد في قوانين عم بيعملوها بمجلس النيابه مش عم تتطبق وزارات عم تعطي لوزارات اخرى وزر... لانه كله مرتبط ببعضها يعني بدها يعني بدها اعاده نظر ومش غلط انه نقول في اخطاء صحيح بهالمحل وهالمحل يعني اللي علينا انه هالاخطاء نصححها ما نحط براسنا انه عم ناخذ من هذه الطائفه او من هذه الطائفه يعني عم هيك عم بكون الجواب هذا الخطا انه الهدف كل واحد بيتمترس هون قصدكم عم تتطاولوا على الرئاسه الثالثه هون عم بقلك تتطاولوا على عم بقلك لانه هن التفسير انه اخذنا من رئيس الجمهوريه يعطينا رئيس الحكومه طولوا بالكم يا شباب لا روحوا رجعوا للنص الرئيس فؤاد شيب كان يقول على طول باي اشكال يصير رجعوا للنص الكتاب الكتاب هو الاساس الدستور شو بينكتب بالدستور روحوا بقى اشتغلوا على هذا الاساس مش كل واحد يلاقي اجتهاد يفسر على ذوقه بس هون يعني عم بينحكى باطار مختلف انه رئيس الجمهوريه هو الذي لا يحسن قراءه النص ويعني الطريقه اللي عم بتعامل فيها بمساله تشكيل الحكومه يخالف الدستور ما النص واضح الحال. النص واضح يعني بالتوافق حتى مستشار رئيس الحكومه المكلف كان له تغريده ردا على البيان الاخير الصادر بيقول في عندما تضع نفسك في حفرة أحسن نصيحة هي أوقف الحفر يعني أنا رح لك رح رد على هذا الموضوع بالنص مثل أول ما المادة الدستورية واضحة جدا رئيس الجمهورية يوقع ما هيك بتتألف الحكومة بالاتفاق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية شو يعني اتفاق بس فسروا لي شو يعني اتفاق يعني بده يكون موافق على كل بده يكون موافق مكتوب يعني كل عنصر مطروح في هذه الحكومه بده يكون في عنده اتفاق عليه يعني معلش يعني شو بدنا ما بده حدا يقعد يفكر كثير النص واضح جدا لغايه ما في نفس يعقوب او في نفس موسى ما بدهم حدا يشاركهم بهذا الموضوع الامور واضحه مع ميشيل عون هيدي القصص ما بتمشي هون يعني هل في نيه انه يتم التوقيع وتصير هي الحكومة تصريف الأعمال إذا ما أخذ الثقة مثلا إما هيدا هذا يعني الخوف يعني انتبهي يروح للمجهول ما بعتقد ما بعتقد أنا قناعتي الشخصية إنه فخامة الرئيس عون ما بيوصل لهيدي المرحلة ما بوعي بحط توقيعه على مرسوم تأليف حكومي
حقيقة فعلية إلا ما يكون عنده قناعة كاملة أن هذه الحكومة تشكلت حسب المعايير الصحيحة وحسب الاختصاص بما يخدم مصلحة الشعب اللبناني بالكامل. لأنه العالم بيقولوا أنه البعض بيقولوا أنه طب هذه هلأ نهاية العهد بعد سنة ونص، معلش خلينا ننتظر، بعدك في عندك إمكانية بهالسنة ونص ينعمل إشياء كثيرة بعكس ما كل العالم مفتكرة. إن شاء الله خير. موضوع الحكومة ما بعرف إذا بعد فيه لا بالعكس نستفيد فيه، بس بعتقد يعني العالم كله صار تعرفه فهماني بهذا الموضوع. المهم هلا نطروا التنين، تسكير شارع، إذا مش الخميس التنين، طلع مخيب التنين أكثر من الخميس. ما كنا متوقعين ليك يلي بيبقى شوي فايد بالجو بيبقى متوقع النتيجة، العالم ما كثير كانت منتظرتها، بس ما صار. إجا من فرنسا لعند الرئيس، من باريس من عند الرئيس ماكرون لعنده، شو صار؟ كان لازم بوقتها لو في خير. رح نحكي بعد الفاصل بمواضيع كمان بتهم الناس متعلقة بنشاطك وحركتك بين روسيا وسوريا، يمكن بتفرق شقلبة الأحرف. معك حق. بس في حلقة مترابطة بهيدا، بس نفس الأحرف صحيح. ومواضيع تانية أكيد بعد هذا الفاصل. مشاهدينا خليكم معنا. عودة مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من رح نبقى سوا، ودايما مع ضيفي النائب السابق أمل أبو زيد المستشار الرئاسي للشؤون الروسية. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. رح نبدأ من هذا العنوان، الشؤون الروسية، جولات كثيرة قمت فيها، لقاءات مهمة. هل في تطمينات روسية رغم الإعلان أنه ما في مبادرة روسية بمعنى المبادرة، بس في اي مسعى باتجاه حل هذه الازمه او التواصل ب هيك ما بعرف حل حاله الامور المعقده؟ اكيد ما في مبادره روسيه، تعالي اتفق نحن وياك، في مساعي واتصالات مع الافرقاء الاساسيين على الساحه السياسيه، انطلاقا من مبدا انه روسيا بتعتبر انه الاستقرار السياسي بلبنان مهم جدا للبنانيين ككل، لأنه بيعتبروا أنه لبنان يعني بهذا الموقع البلد الصغير بالصيغة السياسية بالتركيبة تبعيته مثل ممكن يكون يحتذى بالدول المجاورة، لأنه بأي حل يعني بالحلول السياسية بلش من سوريا تتروح إلى ليبيا، شو في ليبيا شو صار تركيبة إلى حد ما شبيهة، بس هناك عشائرية أكثر ما تكون مثل ما بقولوا هون طوائفية صحيح، بس ولكن فيها شيء من الشبه يعني ما هي ذاتها بتغير بين العشائرية بتحط طائفة محلها 100%. بعدين روسيا اهتمامها بلبنان نابع من شيئين، الشيء الأول في العلاقة اللي بتربطها بلبنان قديمة عمرها 75 سنة وعندها صداقات يعني من ايام الاتحاد السوفيتي قبل ما تصير روسيا، قبل ما يجي الرئيس بوتين، يعني بلشي من مين بدي اقول لك يعني من الله يرحمه كان الرئيس رفيق الحريري تتروح الى للرئيس سعد الحريري للوزير وليد جنبلاط، بعدين اللي الناس ما بيعرفوه كمان العماد عون اول مره سنه 2009 راح على بزياره خاصه الى روسيا واجتمع فيهم وبدات العلاقه فعليا بينهم وبينهم من هداك الوقت. طبعا زيارات المتكرره اللي فيها الوزير جبران باسيل لما كان وزير طاقه وزير خارجيه ولقاءات معروفه وكثير واضحه المعالم. الفرق رح اقول لك وين، انه هن ما بيتدخلوا بالسياسه الداخليه مثل ما بتتدخل الدول الاخرى، يعني ما بيجوا بيقولوا له لا لازم تعمل هيك او لازم تعمل هيك، هن كل شيء النصيحه يمكن بفترة من الفترات لازم واحد يكون لا انتبهوا يا شباب ما هيك؟ مثل ما بس انه حتى انتبهوا يا شباب يمكن اوقات يكونوا في اخطاء، لانه في اشياء بلبنان، في معطيات بلبنان ما حدا بيفهمها الا اللبناني. والرئيس ماكرون اجا وافتكر انه القصه بكبسه زر بتنتهي، فات بالرمال المتحركه اللبنانيه. وحتى لهلا الزياره الثالثه مش عم 100% تركب صحيح. هلا هن على طول يعني الموقف الروسي واضح من اي ناحيه، يعني ينادي بما يتفق عليه اللبنانيين، يعني اتفقوا مع الرئيس ماكرون انه يكون في عندك حكومه مهمه اذا متذكر صحيح، وانه بعدين دستوريا تكلف الرئيس سعد الحريري، ايه بيقولوا نحن بدنا حكومه برئاسه الرئيس حريري الذي كلفه رئيس الجمهوريه بناء على استشارات نيابيه. تجي على لبنان بصيروا يفسروا لك اياها انه هذا موقف روسي
تأييد للرئيس سعد الحريري مقابل رئيس الجمهورية. شباب طولوا بالكم، انتم عارفين انه هن هذا الشيء هو التأييد لاحترام المؤسسات 100% والمؤسسات الدستورية. يعني بقيت هذا الوضع بحد ذاته وخلق نوع اذا بدك من نأزي عند الجانب الروسي، يقول له لا طولوا بالكم انتم ما تاخذونا على اذا بدك على الخصوصيات اللبنانية وتفسروا على ذوقكم. وعلاقتهم مع كل الأحزاب علاقة جيدة، وبيسألوا بهمهم الوضع بلبنان انطلاقا من وجودهم بسوريا، بيعتبروا انه لبنان وسوريا في ارتباط جغرافي كثير مهم. اي شيء يشكل عدم استقرار امني او حتى سياسي او اي خطوات سلبيه بتصيب لبنان ممكن تصيب سوريا استطرادا، ووجودهم العسكري بسوريا كمان له هذا التاثير، وبيعتبروا انه داعش كان ممكن كمان ترجع او ممكن ترجع داعش الى لبنان. يا شباب انتبهوا يا جماعه، عملوا حكومه بس مش ما بيقولوا عملوا اي حكومه أوكي. أو مين بتضم أو لأي دفة عملوا حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وبيعرفوا هذا الشيء واستفسروا عنه ووضحناه عدة مرات، وبعدين في نصوص الدستورية شافوها وقريوا، والسفارة عندهم بلبنان بتزودهم بكل المعلومات إذا الصحيحة، لأنه في البعض بيزودهم معلومات غير صحيحة، فيها متواربة مثل ما واحد بيقول، معلومات يعني خاصة ومصادر مقربة وكل هالأمور 100% أوقات بتعمل لغط. يمكن لأول مرة بيطلع بيان رسمي من السفارة الروسية يوضح هذه الأمور، لأنه حقيقة راحوا باتجاه غير منطقي عنا هون بالإعلام. يعني انا ابن بيت اعلامي بعرف شو يعني الاعلام قديش تاثيره، بس لا مش لهالدرجه. ما فيكم تجروا بلد انتم طويل عريض على اذا بدك المستنقعات اللبنانيه، بيقدروا يفصلوا. طيب شو هيك فيك تعطينا هيك معلومه من اخر لقاء كان لك بروسيا وباطار زياره فينا نقول رسميه لاستطلاع الاراء الاخيره، وهل هي فعلا كل الامور بلبنان بالنسبة لروسيا مرتبطة بالحل بسوريا؟ مش هيك كان في دعوة للقاء وفد حزب الله، يعني بإطار البعض ذهب إلى أن روسيا ستطلب من حزب الله الخروج من سوريا لنحل القصة، وساعتها بترتد على لبنان إيجابا. لك منه سر أن روسيا تتعاطى مع الشأن السوري انطلاقا من موقع استراتيجي كثير مهم حقيقة، وسوريا هي بوابة يعني تعتبر لكل المنطقة تاريخيا، حتى إذا بتروحي بالتاريخ العربي والسياسي هذا شيء واضح المعالم. هي يعني الحرب بسوريا إلى حد ما تقريبا خلصت، لما بيعني أنه بعد ما في أمكنة، فيها وجود تركي، فيها وجود كمان أمريكي، ممكن يكون بعد في شوية معارك بسوريا، ولكن في تسويات سياسية عم بتطل براسها. صحيح؟ يمكن اخر شكل شفناه من شوي حتى قبل اللقاء 100% مع سلطنه عمان. في عندك مؤتمر او البلاتفورم، منصه بلاتفورم استانا، الاجتماعات اللي بتصير باستانا بين الترويكا اللي هي الروسيه التركيه الايرانيه المعنيين مباشره بالوضع بسوريا، ما هيك؟ صح. عندك بنمال ثاني باجتماعات بتصير بجنيف بين المعارضه والحكومه او الممثلين الرسميين للحكومه، ومن الجانب الروسي في عندك كمان شخص مكلف رسميا بهذا الموضوع للبحث بشو بالدستور الجديد. هاي الامور عم تتقدم وماشي باطراد. الاشكاليه وين؟ انه حتى لو بدهم يتفقوا في عندك موانع كانت اقليميه تتمثل بالدول اللي زارها اخر زياره الوزير لافروف، تحديدا المملكه العربيه السعوديه، الامارات وقطر، لاسباب معروفه شو الاشكاليات اللي عندهم اياها كانوا مع النظام بسوريا. وكمان في عندك دول مثل امريكا والاتحاد الاوروبي اللي كان عندهم تفسير مختلف للقرار من 2254 فيما يتعلق بسوريا وكيفيه الحل. الروسي بيقول لك لا، الشعب السوري بيقرر مين الرئيس بده ينتخب، مش انتم بتقرروا انه بشار الاسد بده الرئيس او لا. حزب الله موجود على الساحه السوريه، يعني في عندك نوع من مساهم طبعا في وحده الدم، لما بكون في عندك وحده الدم قادرين يقعدوا يحكوا مع بعضهم بشكل جيد، يتعاطوا مع بعضهم بكل احترام. حتما زياره الحزب كان لها شيء داخلي لبناني، بحثوا بالمواضيع اللبنانيه والبحث بس الاساس كان مساله سوريا، بس ما الموضوع السوري كان مش بس السوري، عم بحكي انا بلشي من سوريا بتروحي للعراق، بتروحي لليمن، بكل هذا المحور اللي اذا بدك هيدي المنطقه اللي هن
تعتبر منطقة ساخنة بدون شك أنه هذا الموضوع يعني صار في بحث، وقبله كان في اجتماع مع محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران كمان، وهالأمور عم تتقدم. ليش؟ لأنه قبل زيارة حزب الله كان الوزير لافروف بالإمارات، ولأول مرة بتقول الإمارات علما أنه صارت فتحت سفرتها أنه نحن مع لنا، يعني أصبح من الطبيعي أنه ترجع سوريا إلى المجتمع العربي، الحضن العربي. حتى بالمملكة العربية السعودية وزير خارجية المملكة العربية السعودية كمان صرح هذا التصريح هلا، وبقطر كمان نفس الشيء. وضيفي عليها شيء ما انحكى كثير بالاعلام، انه روسيا والسعوديه عندهم اكبر مصدرين للبترول بالعالم، انه ممكن صار في اتفاق لرفع سعر البترول لحدود 80 85 دولار. ليش؟ انهكت المملكه العربيه السعوديه من الحروب، خصوصي حرب اليمن ماديا، وروسيا عليها عقوبات كثير كبيره من جانب امريكا والاتحاد الاوروبي بعد ما رجعت استردت القرم. كمان بهمها انه يعني هذا الشيء جمعتهم لمصيبه الاقتصاديه، اتفقوا على انه بيتفقوا يرجع يرفعوا، بيتفقوا على هذا الموضوع. بتروحي لقطر كمان عندك الغاز اللي بيربطهم ببعضهم، هذا كله بصب وين؟ بالخانه اللي انه هالمسار اللي بدا بده يستكمل من عده جوانب، واعاده اعمار سوريا واعاده النازحين الى سوريا ما في لها اتمان بالسياسه، وفيها عندك موانع اليوم سياسيه كبيره. يمكن هذا الوقت اللي نحن عايشين فيه بانتظار انه الرئيس بايدن يحدد نهائيا مسار الاداره الامريكيه بشكل كامل بهذه المنطقه، سياسته الخارجيه تحديدا عنه. صحيح، في حدا بده يعبي الوقت والفراغ حتى يدفش باتجاه انه بعد انتخاب الرئيس بشار الاسد، حتى ما نقول انه شيء رح يصير على بكره، في عندك بحزيران انتخابات رئاسيه، من المرجح انه ضل الرئيس الاسد، وفي عندك بعدها بدك تشوفي انه المسار السوري بده يمشي بوتيره اسرع بكثير مما هو ماشي اليوم، من اعاده النازحين بالدرجه الاولى واعاده الاعمار، بده يصير في نوع من اشتباك او اتفاق مع امريكا بهذا الخصوص. اعاده النازحين منه حلم، يعني البعض أبداً بيقول انه أبداً حتى الجانب السوري مش مشجع للعوده، انه ما بدنا نسمع بس تصريحات، بدنا نشوف خطوات 100% عمليه على الارض 100% بتشجع. شو لمست بيه؟ رح اقول لك، انا عده مرات حكينا بهذا الموضوع، لانه انا معظم لقاءاتي بتكون محوره حول منطقه الاقليم اكثر من لبنان، لانه مواضيع اقليم لبنانيه داخليه انا بتحفظ عن الحديث فيها، لانه هذه مواضيع بتخصنا نحن بلبنان. بس اي شيء بصير عندك بالمناطق المحيطه فيك خصوصي بهاي الاجواء تنعكس سلبا او ايجابا على لبنان لازم نعرف فيها. صح، يعني اذا بنتذكر كنا الرئيس عون شو قال بخطاب له من شهرين يمكن، انه تعوا تنعمل حكومه، انه عم بصير في تسويات سياسيه بالمنطقه وبشكل سريع، اذا نحن ما كنا يا اما مراقبين نطلع برات او قاعدين على الطاوله ممكن تجي هيدي سلبيه علينا. صح، يعني لهذا اللي عم بيأشر لهالموضوع، عم بيشير له شايف لبعيد وين المسار رايح، مش مثل البعض شايف بس ما بشوف ابعد من منخاره. انطلاقا من هون اللي بقول لك انا، ايه في دور على الجانب السوري لتسهيل عودة السوريين بشكل أكبر، ولكن هذا يقتضي شو؟ بالنهاية بدك دولة أو حكومة تقدر تحكي مع الحكومة السورية، بدنا جهة رسمية، بدك جهة رسمية. في حكومة قبل هون، يعني هون علامة الاستفهام عند البعض، أنه من الأساس بيقولوا في نية لعودة النازحين وعدم بقائهم بمطرح ما هن لاجئين أو نازحين. قبل قال عنا حكومة تصريف أعمال، بس في مرحلة سابقة كنا نحكي وأكثر مؤتمر دولي ضرورة العودة إلى ما هنالك. صح، ما شفنا أي تحرك رسمي سوري بهيدا الاتجاه. صح، وكان في عنا حكومة قائمة، رح أقول لك وكان في عنا وزير مختص بالنازحين، يعني 100% وزارة خاصة 100% كمان. ما هالوزارة كان يعني الاتصال بالسوريين كان عم بصير من جانب اللواء عباس إبراهيم بطريقة يعني مكلف، حتى من إما لما كان الرئيس حريري رئيس حكومي كمان، ايه واني من الرئيس عون من الرئيس الحريري. صحيح، ولكن هذا يمكن الشيء كان بعده قبل اوانه، لانه في كان اتجاه لدى بعض الدول الكبيره انه ابقاء النازحين السوريين تيشكلوا عامل ضغط على انتخابات الرئاسه بسوريا، اللي بيعتبروهم بلبنان موجودين، واللي بيعتبروهم بالاردن وبتركيا انه هدول ممكن يشكلوا انت بالانتخابات ورقه ضاغطه او يكون في مرشح لهم. ولكن السؤال اللي انطرح باحد اللقاءات بموسكو، طب لما صار انتخابات رئاسيه باوكرانيا منعت السلطات الاوكرانيه الاوكرانيين المتواجدين بروسيا من الاقتراع، اسقطت حقهم بالاقتراع،
عم نحكي على شي مليونين او 3 مليون اوكراني. ممكن هيدا يصير. انه ليش هذا الشيء بيجوز باوكرانيا وما حدا بيحكي عنه؟ بدكم تثبتوا بسوريا، الى حق سوريا تقول لكم بكره انا ما بدي الا بس لبنان، الا السوري اللي عايش بسوريا يصوت مقيم. هالدبل ستاندرد هذه، هلا الازدواجيه هاي بتخلي بعدين من يدري انه هدول، اذا انتم عم تقولوا لبعض الدول انه فيهم اخوان مسلمين، يعني انتم هاي بهالعمليه انتم عم بتساعدوهم بهالبلاتفورم الموجودين، منصات الموجوده برا، لكم مصلحه تروحوا تقايدوا الرئيس الاسد لانه هو عم بيقاتل الاخوان المسلمين، ليش عم تشتغلوا ضده؟ تناقض يعني. في تناقض، ايه يعني هيدي من المحاور يعني اللي بيطرحوها على الغرب، بيطرحوها على بعض الدول العربيه، ولكن هون في لافت، شيء لافت مهم. باللقاء اللي صار بابو ظبي بين الوزير لافروف وبين رئيس الحكومة المكلف، بالبيان تبع الخارجية الروسية قال انه المطالبة او البحث بال شو اسمه القرار 2254 اللي بيتعاطى بموضوع السوري والتفسير اللي الاممي له، هذا واحد، وثاني اعادة النازحين السوريين الى سوريا، صار في مثل التزام، يعني الرئيس الحريري صار في معه نقاش بهذا الموضوع، ولا من كتب ببيان يعني وزارة الخارجية، يعني بند اساسي بالحكومه اللي راح يشكلها، وليس انه مرور الكرام وخلص قطعنا عليها. وبدك تروحي بالاتجاه انت الك مصلحه لبنانيه، 40 45 مليار دولار لبنان صار متكلف على وجودهم بلبنان. وهلا طالعه الصرخه بقصه الدعم وما الدعم، اذا المواطن اللبناني ومش المواطن يعني اللبناني وعدد كيف عم تخلص. بدنا نحن نحط ضغط حتى على الجانب السوري انه لا يفتح الحدود ويبعث وراهم ويسهلهم، اذا في بعض القوانين الموجوده ممكن يوقف مفاعيلها لفتره زمنيه معينه حتى هذا المواطن يرجع لبيته لارضه، انه هذا بصب بعدم تقسيم وتفتيت سوريا، اي تقسيم وتفتيت سوريا وتغيير الديموغرافيا بسوريا مش لمصلحه سوريا ولا لمصلحه لبنان وغيرها من الدول المحيطه. طيب السابق كان في مبادره روسيه لعوده النازحين، صحيح جمدت؟ لكن يعني كيف رح اقول لك شو هي، هلا صار في مؤتمر بسوريا بدمشق بتشرين الثاني، ما هيك؟ طب لبنان ارسل وزير شارك بالاجتماع، وزيرين، والوزير شارك بالحكي على 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 الزوم 100% زوم كول، كان الجانب الروسي كان كثير مبسوط من اللي صار، لاول مره بصير في هذا المشاركه، مشاركه رسميه علنيه 100% حضوريا، و يعني لبنان تجاوز اذا بدك المرحله مهمة بهذا، تقدم لقدام، ولكن أنا بأكد لك أنه أحد الأسباب يمكن من الموانع أو من المشاكل اللي صارت هي لأنك رحت أنت للبنان لهونيك، نحن عم نقصصك عم نوقف لك ببعض الأشياء هون بلبنان. ليش هن مش جاهزين؟ لا لا أنا عم بحكي من الدول المؤثرة بالعالم. ايه هيك قصدي، ايه هن مش جاهزين، يعني ما تغيرت، كأنه فهمت من كلامك الظروف السابقة كانت أنه يعتبروا النازحين ورقة للضغط، اليوم الظروف تغيرت وكأن في اتجاه، يعني إيه بدنا نحكي كدول عربية، عودة سوريا لحضنها. أنا مش بس دول عربية عم بحكي، نحكي كأمريكا كمان ومفاوضات مع إيران، يعني أنا بدها وقت، هيدي حتى تتبلور بدها وقت. عم بقول لك لما بصير في ديفاكتو جديد، إذا أعيد انتخاب الرئيس السوري بشار الأسد لفترة 7 سنين ورجعنا عم نشوف سوريا ترجع الجامعة العربية، التعاطي سوف يختلف، بتبلش ورشة الأعمال 100% والاقتصادية 100% والهجمة، ويمكن هون النازحين ما بكفوا يعني لإعادة الأعمار، يمكن يحكى بهذا الإطار كمان، فيها دمار كثير سوريا صار حقيقة، يعني إني بحاجة لليد العاملة، نين بدنا نجيب يد عاملة؟ هلا بتقولي لي إيه صحيح إنه الجانب السوري كمان بنفس الوقت بده هو يسهل أكثر، مثل ما كنا عم نحكي يفتح المجال اكثر للعوده، هيدي مواضيع تبحث مع السوريين بوضع هادئ، بجو هادي، مش بجو تشنج وخلافات سياسيه مثل ما موجوده بين البعض بلبنان والبعض بسوريا، حتى نكون واعيين يعني. يعني في البعض هون بيقول لك انا بدي ارجعهم، بس شو الاليه؟ هاي الحكومه هيدي الموجوده المستقيله اليوم عملت اليه، هل يا ترى تتبناها؟ ما الحكم استمرار لازم يكون، لازم تتبنى هيدي الورقه. احنا شهدنا على ندمر كل شيء نعمل أكيد قبل يعني، للاسف يعني، للاسف يعني، للاسف بكل بساطه، ولكن نحن بدنا نساعد بهذا الخصوص، ونكون عندك سفاره بسوريا وعندهم سفاره لهم بلبنان، في اعتراف دبلوماسي رسمي ومعترف، خلينا نعتبر من نفوت في مداخل من مدخل واضح المعالم، اوكي، وفيك تروحي لمحل روسيا دعيت لبنان تكون اوبزرفر بالاجتماع باستانا بكازاخستان، يعني هن عم بعتوا لنا تعوا شاركوا تتعرفوا كيف الامور عم بتروح،
نحن ما فينا نضل قاعدين جامدين، بدنا نتحرك. بنشوف يعني مثلا رئيس الحريري بيروح على سوريا؟ ليش ما راح؟ يعني من زمان بالزمان ما راح؟ من زمان هلا لك بالسياسه الجمود كان. الجمود قاتل بيكون، المعطيات السياسيه ما بتضل هي ذاتها فترات طويله، في مواقف مبدئيه انا بفهمها، ولكن في السياسه فيها يعني متحركه، ما فيك تضل قاعده، مصلحه بلدك ومصلحه اهلك تجي فوق المصالح الشخصيه. ولبنان يعني كانه استشفينا اخر كلام للنائب السابق وليد جملاط، انه انا كنت رافض كليا الذهاب شرقا من بعد ما دعي السيد نصر الله، لافته كمان انه انا بوافق السيد نصر الله انه يمكن في ضروره نتجه شرقا. هيدي انعطافه كيف ممكن نقراها بالسياسه اذا ما بنحكي اقتصاديا؟ في شيء واضح هو التالي، انه في معطيات كثيره اقتصاديه وسياسيه عم تتغير بالعالم ككل. لبنان ما بيقدر يكون بمنحى سياسي واحد باتجاه واحد. التوازن لا انا بدي اكون مع امريكا 100% ولا بدي اكون مع روسيا او الصين 100%، انا بشوف وين مصلحتي. بس بتزبط؟ ليش ما بتزبط؟ اذا في عقوبات انت بتقدر انت يعني في شوي توجه شرقاً، يعني عم تحكي بدك تروح من بوابة السورية في عندك قانون أيسر، بدك تروح على روسيا بنعرف في العقوبات الأمريكية، على إيران نفس الشيء. طب كيف لبنان بيد ما أنت تحت العقوبات هي واضحة المعالم شو هي، بس في حدا يمنع يقول لك مثلاً، بسأل سؤال، إجت مثلاً شركة أو دولة صينية قالت لك بكرة وأنا بدي مثل ما قالوا حط 4-5 مليار دولار استثمار، مين بيمنعها؟ بس ما هي تقول، ما هون الفريق وعرضت هذا الموضوع، الفريق الرافض بيقول خلونا نشوف بالاول وين تبرعوا وين قدموا، نحن قلنا لا يعني لا لا صح بالعكس لا مش مزبوط. نواب المستقبل على طول هيك عم بيكون جوابهم، هيدي مثل النعامه اللي عم تحط راسها بالارض، لانه هن بدهم يقولوا انه لا نحن ما بدنا لاسباب اخرى ما عم بيصرحوا عنها، ولكن فعليا هناك كان اتصالات من الجانب الصيني لهذا الخصوص، راحوا على بلدان اتعس من لبنان واصغر من لبنان بافريقيا، ليش الامريكان ما منعون؟ ليش المواطنين العاديين ما منعون؟ اسرائيل ما تروح على بعيد، عملت استثمار ميناء حيفا. شو الحكي هذا؟ في ليكي الجرأة بالقرار بالسياسة هي بس تنبع من مصلحتك الداخلية، مصلحة البلد. نحن اليوم نتحرك من دون خوف؟ لو حتى كان في خوف، انت للطرف اللي يعني عم بخوفك فيك تقعدي تحكي انت وياه، قادر يعمل لك هو كل شيء وشو الثمن؟ حتى الصين مش جمعيه خيريه، اكيد بيكون في مقابل تنتفاهم مع بعضنا في مصلحه، ما في دوله جمعيه خيريه، ولكن انا بهذا المنطق اللي اذا انا بدي احكي شو بيجيني من هون باخده مفيد لإلي، وشو ممكن اجيب من هون اخده مفيد لإلي من اي دوله بتعتبر دوله صديقه دون استثناء. لبنان ما لازم يكون عنده عدو واحد اسمه اسرائيل، كل الدول الباقيه تعتبر دول صديقه، بس انا ما في اذا دوله صديقه تفرض علي شروط انه انا ما بقدر اتحملها وبتركعني فيها، ليه؟ على اي اساس؟ كيف رح نقدر نحن نتحرك؟ اسرائيل عدوتنا مثل ما عم تقولوا، اكيد هيدي مسلمه، أكيد. العدو الوحيد للبنان، وتعقد اتفاقات سلام مع دول نحن كمان نتعامل معها تجاريا وسياسيا وعلاقات، بتتعقد شوي الامور لقدام ام انه نحن قادمين على مرحله يطغى عليها السلام او الاتفاقات بشكل كثير كبير؟ في مسار كمان واضح بلش مع الرئيس ترامب، هو الرئيس ترامب كان بده يعمل صفقة القرن، الهدف تبعه كان مع كوشنر انه يروح لصفقة القرن، بما انه فشلت عملوا التطبيع، بلشوا ياخذوا الدول اذا بدك بشكل يعني فشخة أولى اذا بدك، فشخة أولى وفشخة ثانية وفشخة ثالثة بيمشوا بهذا الموضوع، عم نشوف انه هذه الأمور عم يعني امبارح سمعنا كمان بالإعلام انه أربع دول جديدة رح تطلع، لا غير الدول في مشاريع كبيرة بدها تنعمل مع الإمارات ومع المملكة العربية السعودية، خط سكة القطار صحيح مسلمين بإسرائيل يروحوا هذا التطبيع عمرة، في كان سلام مع مصر وكان في سلام مع الأردن، وكان لبنان عنده علاقة جيدة مع الأردن ومع مصر، هذا الموضوع إذا بدك منه الإشكالية، أنت بهمك لبنان، نحن لبنان بعدنا لتاريخ هذه اللحظة ما في عنا اتفاق، في عندك الهدنة اللي ما ولبنان ولا مرة اعتدى على إسرائيل، كان لبنان يصد الاعتداء بحالة الدفاع، اليوم بهذا الموضوع بعده هو ذاته ما
ما في شيء يتغير. اذا صار في هجوم علينا عندهم القدره لبنان انه يصد هذا الهجوم حتى يمكن يهاجم صارت ما بعرف الى اي مدى. ما دمرت كل مقاوماتنا يعني مرفق بيروت 100% تم تدميره 100%. الاتفاقات اللي عم بتصير عم بتزيح الامور التجاريه الاقتصاديه مش لهالدرجه المنفعه عن يعني وكانه لبنان بطل هيدا الربط بين الغرب والشرق بشكل نحن كنا نحكي عنه. نتالي بسالك سؤال، ليش الاستقتال تيرجعوا ياخذوا مينا بيروت الفرنسويه او شركه سيما؟ بلشوا بطرابلس ورجعوا لانه كفر. لبنان بعده الجغرافيا اللبنانيه طبيعه البحر اللبناني هي نقطة انطلاق وبعدين هي بتجي بتجيبي لهون وبتاخدي على سوريا بتاخدي للمناطق الداخليه. بالعكس بعد في حاجه، لم الحاجه ما لنا مثل الماضي لانه نحن عم نخسر بعدم اذا بدك تطورنا بهذا الموضوع. يعني نحن كمسؤولين بمعظم المسؤولين على المؤدرات ان كانوا عم بملهيين يعبوا جيبهم منهم ملهيين يشوفوا الامور كيف متقدمه بغير دول نحن نجاريه. بس نحن صار في عندنا حرب داخليه واخذنا فتره زمنيه حتى رجعنا طلعنا من الحرب رجعنا اتفقنا مع بعضنا وبعدين ما تنسي الاعتداء الاسرائيلي اللي صار اول مره وثاني مره. يعني لبنان مرتاح واجا انفجار 4 آب وجاكي بعدين اخر شيء انفجار 4 آب والكورونا كمان كله بظهره. ما اخذنا فتره سماح اذا بدك ورياحه بلبنان حتى نرجع نكون اذا الاستراتيجيه اللي نشتغل عليها من وجهه نظر دولي. بدك تعملي نظام يعني خطه اقتصاديه على 5 سنين يعني مثل الدول المتحضره. الخطه اللي وضعتها حكومه الرئيس دياب لا تصلح انه تكون المكنزي يعني بلا. لا, لا, لا الخطه الاقتصاديه اللي انعملت لا يمنع. ليك ما هو الخطه الشيء اللي عملتيه من سنه يمكن هلا التطورات اللي صارت بتعدل شوي بس اساس من الضروري انه يكون في خطه اقتصاديه نمشي. ما بقى لنا حق نمشي عشوائيا. طيب يعني ما بقصه الدعم غرقنا يعني شغلة بسيطة. كل فترة بيطلعوا بيقولوا يخدمنا الدعم شهرين، بنرجع بنأجل الأزمة، على أساس كان آخر 2020 بنوقف الدعم بنبلش نرشده ونظبطه، هل قد صعب ينعمل بطاقة تمويلية أو تموينية وبيستفيد من الدعم الأشخاص اللي لازم يستفيدوا وما تكون الأمور فلتانة؟ من شوي كنا عم السوبر ماركت عم بيتقبروا إذا قنينة الزيت إلي مش إلك ويعني بتعرفي ليش؟ في سوء تقدير وفي سوء إدارة وفي شيء عن قصد عم بينعمل. رح لك ليه خدمة للتهريب مثلا ما بقى. لا مش بس التهريب التهريب جزء لما بكون في عندك ال WFP يعني ال World Food Program عم بيعمل هلا مناقصة نعم قيمتها يمكن بالسنة شي 700 أو 750 مليون دولار على 3 سنين لدعم الأسر اللبنانية ببطاقة. طب ما هني عندهم الداتا لشو بدك تروحي لوزاره الشؤون موجود البروجرام يا عمي هذا البروجرام خذوه يا دوله لشو تلبكي راسك. خدي هذا الداتا الموجوده المعلومات عند هول الجماعه يلي هني منين مصدرهم من الان جي اوز اللي اخذوهم من الوزارات تبع الدوله. ولكن هدول حتما الاخطاء تبعهم قال بكثير بروفيشنال. تصوري انك انت اذا واحد عنده تريا بالبيت قال ما في يكون مسجل بوزاره الشؤون. إذا عنده براد بالبيت ممنوع بده يكون ما في عنده شيء يعني ياكل ما فهمت. يعني كأنه عم تتوجه لطرف معين من الشعب مش لكل الناس. روحوا مؤسسات مثل هاي عندها داتا قادرين تنطلقوا منها وتتحسن بعد هيدي الأمور. ما تقولوا إنه ليه ما عم يشتغلوا مع الدولة لأنه الدولة ما في عندها شيء موثوق فيه ما في عندها شيء فيك توثقي فيه. لانه التجربه اثبتت باكثر من مرحله الناس متوفيين عم بيستفيدوا من بطاقات. وبعدين كل وزير من اللي اجى لهونيك عم بيركب التركيبه حسب اهوائه السياسيه. بطاقه انتخابيه وليس بطاقه تمويليه 100%. ما بدها شغله بسيطه يعني في دول سوريا بالحرب عامله بطاقه تموينيه يا عمي. اكيد هلا حيالله مواطن لبناني بيروح بده يعبي بنزين من سوريا بيقولوا له معك بطاقه اذا معك بطاقه بتاخذ سعر 100% بالفندق بالمطعم. المواطن غير الاجنبي، نحن عندنا المواطن والاجنبي والسفرات والدبلوماسيين واللي معه مليار واللي إزلال. معه 1000 مثل بعض. لكن في عمليه اذلال بهذا الموضوع من القادر يدفع ما هي الفكره وفي حد مش قادر كدوله. ما حدا يجي يقول قديش قلنا بنسمع بالبطاقه التموينيه هلا كم شهر قلنا بنسمع فيها ولو هالقد صعبة تنعمل؟ شو هالحكي؟ هالقد صعبة ناخذ هالقرار؟ طيب هون يعني في فشل ذريع بهذا الموضوع بس لازم يتحمل حدا المسؤولية في حق يعني ليك ما الإدارات مع مين الرسمية ما بتحكي بيحكي بهذا المنطق الإدارات مين الرسمية الإدارات الرسمية لما بكون في عندك أزمة مثل هاي وحكومة تصريف أعمال يا عمي هيدا شيء كثير مهم اجتماعيا معيشيا
ليش بدي احصر حالي انا بهالمواضيع تصريف الاعمال يا دوله الرئيس؟ لازم لازم انا اواجه هالمصيبه هاي، عم تكبر هذه مثل كره الثلج، بكره الناس لها حق تنزل بالشارع، بلشوا يخبطوا بعضهم ويقتلوا بعضهم بالسوبر ماركت مثل ما كنت عم تقولي. شو هالمشهد هذا؟ شو هالمنطق؟ انا سلعه مدعومه بلاقيها موجوده بسوبر ماركت خارج لبنان، كيف طلعت من البؤر هيدي؟ يعني ما في هذا. وين صارت التحقيقات هيدي اللي انفتحت؟ انسي وين صارت؟ القضاء انتبه انتبه، في مسؤوليه كبيره كمان على القضاء، خلينا نكون واعيين، القضاء وزاره الاقتصاد مؤيد قانونا بعمل لك ضبط بتحيلك على القضاء، شو بيقول لك انا بدفع على الضبط الماكسيموم القضاء بيقول له خذ لك هال لا قول له بيدفعوا اقل من الربح اللي عمله طبعا وتيوصل ليروح لهونيك بتروح للزمن للأسف. كمان هيدي بدها اعاده صياغه القوانين تبعيتها والاليات تبعها، بدها ورشه عمل كامله بكل البلد بكل الوزارات باختصار، بده نفضه، بدها وجهه نظر جديده، وحقيقه ما حدا يخاف يا عمي، ليش العالم بكل بلدان بتتطور لانه بتلاقي مشكله بتحاول تحلها ما بتنام عليها حتى تتراكم الاشكاليه. لما بينحكى باللامركزيه بيسالوا لك شو هالخبريه عم تجيبوا لنا هذا مثل التقسيم او كذا، طبعا منصوص عنا روح طبقها ريح الناس، فيدراليه اخذوها فسروها شو هالحكي لشو محطوطه لكان في ناس بانهم عم بيستفيدوا هني من هذا النظام مثل ما هو اليوم على حساب اخرين 100%. بما انه حكيت من شوي عن قصه المقتدر يشتري، لفتتني هيدي الجمله لروح لمساله اللقاح. نعم. اللي نحن عندنا بطء شديد يصير عندنا مناعه مجتمعيه بوقت عدوتنا اسرائيل عم تحتفل بال 60% انه صار عندها تلقيح 60% من مواطنينا. ليش هالبطء؟ ولماذا لا يعني ما بعرف اذا صار في حكي بهذا الموضوع مساعي، شفنا امبارح اعلن انه القطاع الخاص بلش يجيب واللي بده يدفع بيدفع، بس ليش مش من اول نهار بلشنا وصرنا عم نحكي بانه فتحنا القطاعات واولا القطاع التعليمي؟ يعني مش معقول نحن سنتين اولادنا ما راحوا على مدارس. يعني ما بعرف هيدي من ارباكات بيني وبينك. ليكي اذا عم نحكي على موضوع اللقاح لانه هيدي ازمه موجوده بالعالم، شوفي اوروبا اليوم بين استرازينيكا والاتحاد الاوروبي واللغط اللي صار لا هي موضوع سياسي لانه انتاج بريطانيا الاتحاد الاوروبي طلع ما بده يعني هذا، بس هذا لا يمنع انه في اشكاليه بالاعداد اللي بدها لبنان يستلمها، لبنان قام باللي قادر يعمله. كمان ما تنسي الازمه الماليه، نحن اخذنا مصاري يمكن من الوورلد بانك حتى كنا عم نشتري، واقعين باشكاليه كمان ماديه نحن كثير كبيره. انا لي حق احكي عن الموضوع الروسي بهذا الموضوع بهذا الخصوص. انا باربع شباط بتذكر كنت موجود بروسيا نهار اللي وزاره الصحه اللبنانيه قبلت انه تستلم اللقاح او اعتمدت اللقاح الروسي، علما انه الوراق اللي تقدمت كانت مقدمه من 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 فتره قبل لاعتبارات داخليه ولاعتبارات اذا بدك اداريه بلبنان، الامور بتتاخر يمكن الغرب بيشتغل حتى ما يخلي اللقاح الروسي بعده لليوم الدبليو اتش او بتعتبره انه هذا منه لقاح يمكن معترف فيه، هذا لا يمنع. بروسيا مثل اي دول اخرى ما بريدوا يتعاطوا مع شركات لانه اللقاح ممول من ميزانيات الدول، يعني الدولة عم تدفع للشركات اللي هي انتجت واشتغلت هاللابوراتوار المختبرات لانه شيء صحي طارق. هذا صحي بيطال جميع الناس. ما لك حق تروحي تبيعيه بمعنى قصة البيع، المفروض يكون يتقدم للمواطن ببلاش اوكي بدون مقابل، مثل ما هلا الفايزر عم بنعطى بلبنان كمان العالم تروح بس تطعم. الدولة عم تدفع حقه. ايه طبعا الدولة بدها تدفع حقه بتاخذ قروض. انه يعني الفكرة مش حلوة انه تصير تجارة عبر قطاع. صح صح. اوكي. بروسيا كانوا ياخذين هذا المبدأ، الإشكالية اللبنانية اللي عندنا اياها نحن على طول هي التالية. في شي 18 شركة ومؤسسة وجمعية بيتقدموا بكتب لوزارة الصحة بيطلبوا منهم انه يعطون الاذن يستوردوا اللقاح الروسي. بتروحي على روسيا بتحكي معهم يا عمي 18 شركة عمل الكميات المطلوبة بتكفي لبنان على 6 مرات، إذا نحن 6 بيرجعوا يصدروا لغير انه هذا وين رأي حدا، طولوا بالكم علينا شوي. بعدين روسيا بتشتغل من دولة لدولة، حتى صار في بعدين وزير الصحة عمل اتصالاته مع السفارة مع وزارة الصحة الروسية، صار في اجتماعات وحديث وكلف وزير حتى يفوت بهذا الموضوع، يعني المسار
مشي. اللي انا فيني اكد لك اياه اليوم انه هناك بفتره لا تتعدى يمكن ست شهر الجاي، ست نيسان رح يبلش بعد يجي العيد. رح يبلش يجي اللقاح الروسي باعداد كبيره الى لبنان. انا عم بحكي شيء بس ما رح عبر الدوله اللبنانيه وبطريقه تحت رعايه وزاره الصحه، لانه بده يكون في رعايه رسميه لهذا الموضوع، اوكي؟ ولكن انت مثلا اذا كنت جمعيه بتقولي انا بدي مثلا اخذ هالكميه، كل ما بيجي عدد معين بيعطوك الكميه تبعيتك، ان كان اسمه جمعيه صناعيين، جمعيه المصارف، شو اسمه نقابه المحررين، نقابه الصحافه، مدارس. اصلا يخطبوا هلا، بس هلا بلشوا عم بيقولوا انه بدهم اوكي. انقال من يومين ثلاثه انه رح يجي لقاح. انا برايي هذا اللقاح جاي من الامارات، منه جاي بشكل مباشر من روسيا. انا بعد روسيا ما عطيت لانه في التزام خاص من روسيا بموضوع النقل، منين بدك تنقلي وكيف بدك تنقلي. هذه في شغلات العالم بلبنان انه انا مفكرين عم يشتروا. بعدين انا كنت الاسبوع الماضي كان السفير الروسي عنده للوزير باسيل، كنا بزياره لعنده، قال له في هناك عدد معين من اللقاحات مقدم من الحكومه الروسيه لكم، ونعمل في شيء خطي بهذا الموضوع. بس حتى تصير هذه الشغله بدهم الشباب يروقوا حالهم شوي، يروقوا وضعهم حتى تمرق الامور، انه ما في شيء لزوم لهالهيصه والعجقه كلياتها. لانه انا بذكر يومتها بأربع شهر لما حكيت بهذا الموضوع، كان مش 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 انا رغبتي، اي مواطن لبناني بينبسط يحكي بهذا الموضوع، انه قالوا لنا تكلم عنكم، نحن ما بدنا نوقف حدكم، بنقدر نعطيكم شيء ببلاش، عارفين وضعكم الاقتصادي ووضعكم المالي، وهذا شيء انساني، نحن لبنان بلد صديق. بيقوموا عليك هون لا هذا الشيء منه صحيح لاسباب سياسيه، كانه انا عم باخذ اللي حجيب اللقاح اذا اجى بهيدي الطريقه بس لالي انا او لعائلتي. بده يجي لكل اللبنانيين يلي بيجيب لنا اياه، اهلا وسهلا فيك كثر خيره. ومنبلش واسع اشخاص للاسف، يعني للاسف لبنان بدل ما يفكروا على صعيد عام لمصلحه عامه ناخذها شخصيه، بده يقول البكار على 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 زاويه صغيره، يلي بيجيب كتر خيره كتر خيره مين ما كان يكون، لانه هذا الشيء اساسي وجوهري. انا اللي بقوله انه انفتح الحديث معهم وصار في اتفاق خطي لكميات جيده لا يستهان بها، اكثر من هيك ما راح اقوله. ومن روسيا بشكل مباشر مجانا، في شيء مجاني وفي شيء لا بده يندفع حقه قطاع خاص، مثل ما عم بيصير، مثل ما انحكى إيه؟ انه المقتدر الشركات بس مش 60 شركه او 20 شركه، بده يكون في محصوره بطلب من الجانب الروسي، تنحصر وبتجي لهون وبتتوزع بعدين حسب الاصول. الشخص اللي بده يجيب هيدا يعني بتريح شوي الناس. لا اكيد جاي، انا باكد لك، انا قبل ما افوت على الاستوديو كانوا عم بيحكوا معي من موسكو، الناس موجودين هونيك عم ننسق مع بعضنا بشكل دوري بشكل يومي، يعني هذه المواضيع ما بنحب نحكي فيها كثير. هلا انا عم بحكي فيها لسبب واحد، انه صار في كثير حكي بهاليومين ثلاثه انه بموضوع سبوتنيك الروسي كيف وليش، وهذا جاب وهذا ما جاب. يا خيي ان شاء الله ابو نعس يجيب، اهلا وسهلا فيه كتر خيره، المهم يوصل وبالاعداد الكافيه ونقدر نوصل للمناعه المجتمعيه باسرع وقت. 100% وبدنا نبلش 100% لانه العدد المطلوب اللي رح يجي المتفق عليه كبير منه صغير، فوق المليون اكيد. يعني اكيد فوق اكيد فوق المليونين، ما زالك هيك زيد بعد ما عليه، خلينا نكفي كل لا عدد محرز. ايه الحمد لله. وما رح يجي بكميات 30,000 و40,000 بالتقسيط. ايه طبعا، بس بده يجي بكميات كبيره، يعني المهله مش طويله. والاليات هينه، ما بدها براد وحراره. إيه يعني قصدي انه بتصير العمليه استعمالاته سهله سريعه. يعني احد اسباب التاخير كان الوزير عم بيقول تنجيب البودر نحن من هنيك، نحن قادرين نخلق عن التصنيع هون، ونحكى عن التصنيع. صار في اجتماع رئيس الحكومه اجتمع مع وزير الصناعه اليوم ومع احد المدراء المصانع والسفير الروسي، وانا باكد لك انه كل الورق تبع هذا المصنع صارت موجوده لدى الجانب الروسي، وعم بيطرح عم يندرس الموضوع بشكل جدي. يعني مش صعبه المنال، ممكن لا لا مش صعبه، شرط شرط انه الجانب الروسي يتاكد انه مستوفي الشروط الصحيه والعملانيه تقدر ينتج هذا الانتاج. اذا بضمانه رئيس حكومه وزير صناعه وشركه معترف فيها بعتقد لازم تصير الامور طبعا صحيحة. واساسا وزاره الصحه يعني وافقت على هذا المعمل، يعني كتصنيع دواء، يعني مسجل عنده وفي اتفاق عليه. ولكن انتبهي، نحن رحنا بوقت في سابقيننا كثار،
كذا دولة مقدمة، كذا شركة مقدمة تتصني عندها، وفي منهم بلشوا. أرجنتين مثلا بتصني عندها، الهند عم بتصني عندها، بعتقد الجزائر كمان بدها تصني عندها. وعندنا البنى التحتيه الجاهزه لانه إيه؟ مصنع بيصنع عدوية، مصنع بيصنع بس بياخذ الاوكي لتصنيع هذا اللقاح، وهذا قديش بيسهل ماديا 100% صح، بيصير ارخص من انك تستورده كامل. مش بس هيك، انت بدك تعيشي مع الكورونا، ما راح يروح هذا كل سنه بدك تاخذي يعني. المصنع بيقولوا هذا قادر يعطيكي حدود 50 مليون لقاح بالسنه، يعني مثل فاكس غريب بيصير كل سنه بنعمله، بيصير مثل فاكس غريب اكيد. بس هيدي خطوه مهمه انه نحن طبعا خطوه مهمه وبهيدي الطريقه طبعا، وفتحت هيك امل انه يصير عنا عن جد ان شاء الله صناعه ادويه بظل ان شاء الله اللي عم نعيشه بقصه الدعم والاستيراد والدولار، نبلش نكفي حالنا على الاكل بلبنان 100%. اذا بدنا نختم هيك حديثنا اللي ما بينشبع منه معك استاذ امل، بتعطي امل للمشاهدين اللي عم بيتابعونا اليوم رغم خيبه الامل اللي صارت نتيجه اللقاء اللي صار اليوم بعبدا وما طلع الدخان الابيض؟ بدون شك الناس صار في عندها نوع من اليأس من كل التطورات اللي عم بتصير، ولكن ما في إمكانية إلا ما لبنان يروح إلى أماكن يعني متقدمة وجيدة. إذا كل المحيط تبعك عم بيصير بمسار بيصب بالسلام وبصب بالاتجاه الصحيح والإيجابي، طبعا التطور ما مش دغري بيصير بنهار وبنهارين. نحن لبنان شئنا أم أبينا على رغم كل هالصعوبات الموجودة بدنا نخرق هذا الجدار ونكسره، يضل في عنا امل. وانا برايي بما تبقى من وقت برئيس الجمهوريه موجود ببعبدا، امكانيات النهوض كثير كبيره، لانه لبنان صغير حجم اقتصاده منه كثير كبير، ما بده كثير ما بده كثير حتى يقلع عن جديد، ولكن بدنا اتفاق، بدنا نوع مثل ما بيقولوا يحط الواحد شوية مي بالكباية النبيت تبعه، ما يسكر ودغري على سرعة، لا رواه بالهداوة بالمنطق بالتعقل، لأنه ما نقعد نتفق مع بعضنا كيف نلاقي هذه الحلول. ما تفرض علينا فرض، إذا فرضوها فرض علينا تروح لفترة قصيرة بترجع الأمور تنفجر عن جديد. والتجارب في مسار، التجارب السابقة موجودة، في شيء مالي، في شيء نقدي، في شيء اقتصادي، في شيء السياسي، كله مرتبط ببعضه، بده ينشغل بعقلية بناء وطن فعلي، مش انه بناء مزرعة. نحن عايشين للأسف كنا بمزرعة، والنتيجة يلي وصلنا لها من اول عاصفة هالرين. معظم المسؤولين كانوا بالسنوات الماضية، هن اللي وصلونا لهون. شو بنضحك على بعضنا؟ ان شاء الله خير، ويوعوا هالمسؤولين اللي امين يا رب. الله يسمع منك، ما بقى فينا نكفي بهيدا الطريقة. الله يسمع منك. شكرا لك المستشار الرئاسي للشؤون الروسية نائب السابق امل ابو زيد لحضورك معنا بهالحلقة، والى حلقات مقبلة يكون فيها كمان امل وامل اكبر. ان شاء الله ان شاء الله. مشاهدينا انا بشكر متابعتكم لهذه الحلقة من رح نبقى سوا، وهلا صار وقت ننتهي.